بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده احنا في مكان جديد، فيعني انا والله ما عاوز اقول عليه، بس عشان في ناس بتوع غزل بيجوا، يعني كل ما اقول على مكان هتلاقي الناس بتوع الغزل يقوم جايين هوب يقوم مخلصين عليها، يعني مش مشطبينها. فانا كل ما اقول والله على مكان ابص تلاقي ناس بغزل، يعني ابعت ناس حتى الناس بتستغرب انت بتضحك علينا. يعني انا رحت المكان اللي هو الاولاني لقيت ناس واقفين بغزل، والله العظيم نازلين مطبين وقلبين الدنيا، يعني حتى في دي كمان مش سايبيننا في حالنا. فانا هبقى اقول للناس يعني باذن الله كده، الناس اللي يعني الخاص عشان ما حدش يزعل مني، فانا هقول على الخاص مثلا الناس اللي اعرفها، مثلا اللي حابب يعرف، يعني هقول على الخاص عشان انا ايه يعني ما عادش ينفع كده، بقت خرب بيوت يعني، حتى والله بقت خرب بيوت، حتى الحاجه الواحده احنا بنفك فيها طلع لنا خازوق كمان، يعني الناس بتوع غزل في حاجه غريبه يعني والله. فربنا يسهل كده مع بعض، وان شاء الله لو في حاجه هنصورها كده مع بعض. الشباب بتاعت ايه؟ شجره بيضة برضه في اخضر، يعني بوريك كمان شويه كده في الاخر خلاص، بوريك اللي انا جبته يعني. ركزوا على الفيلا الصفرا يا جدعان، تطلع خليكم معايا. شبر عامل ازاي بالصلاة على النبي؟ دود وجمبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا غيرنا المكان، قلنا ما نجرب المكان اللي هو بتاع اللي انا بحب الوقت يعني برتاح فيه، نقعد شوية كده صغيرين كده ونشوف ربنا يسهل في حاجة كده نصورها كده مع بعض. بص يا جدعان بيدخل فيه وتمشي ازاي؟ ده المكان الاستاذ هاني اللي احنا كنا اللي انا قلت لك عليه، بعمل لك اللي هو الجي بي اس ده اللي بيقولوا عليه ده. بس شباب بتاخد في الاجهزه الشوارع خضرا محترمه اهي. وريهم يالا، وريهم يا جدعان، بسم الله ما شاء الله.
يلا. خليكم معانا. خليكم معانا. انا شغال بجمبري ابو سبعه سنارتين سته وترميل بخمسه وعشرين. شوية مع بعض مباشر بطرخ والله. يا جدعان شبرا اخضر والغابة التانية برضو والله. الله كله مبطرخ وحلو الصلاة على النبي. طب كده تمام يا شباب، هقفل الفيديو عشان هعمل لايف على الجروب. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello.